لما صاحبك الألدغ يجي لك البيت. ازيك يا اسلام؟ عامل ايه؟ كويس يا فيونا والله الحمد لله. السلام عليكم يا اولاد. وعليكم السلام يا عمو. فيون مالك يا ما ترد السلام عدل. ده اسلام صاحبي يا حجوج. قصدي اسلام صاحبي يا حجوج، قلبك في حرف السين. مش تقول كده. ازيك يا حبيبي، منور والله. شكرا يا عمو. ها بقى قول لي تشرب ايه؟ اي حاجه سخنه، مثلا اشرب نسكافيه. بس كده من عينيا، تشرب حاجه تاني؟ لا كفايه بس كده، بس مباشر. ايه ده يا فيونا؟ وانت ابوك بيتريق عليا ولا ايه؟ لا يا عم عيب عليك، بيتريق ايه، هو بس بيحب يهزر. بحسب. اسلام مفيش نسكافيه، اعمل لك سحلب. لا هات لي صوبيا. والله ما جاي تاني. منور يا حبيبي والله. منورك والله يا عمي. امال مجدي فين؟ مش شايفه كده يعني. مجدي لا نزل يجيب حاجه وجاي بسرعه. بس انا عايزك تقول لي حاجه، هو الواد مجدي ابني بيكلم بنات؟ الشيخ مجدي؟ لا طبعا مستحيل يعمل حاجه زي كده. مجدي ابني اسمه شيخ؟ ايوه يا عم مجدي ابن حضرتك. ده كل الفلوس ضايعه على الناس الغلابه والله، وكل ما اقول له يا ابني الفلوس دي كلها يقول لي يا عم حاجه من ربنا وانا قلب نضيف. مجدي ابني انا؟ طبعا يا عم مجدي ابنك، امال هيكون مجدي ابن الجيران؟ ده مفيش صلاه جامع بيفوتها غير لما يصليها جماعه في المسجد مع الناس. ايمانه قوي والله يا عمي. ابن مجدي؟ ايوه يا عم ايوه، ده هو الوحيد اللي حافظ القران 3 مرات وبيختم الرابعه اهو. يا ابني انت متاكد ان هو ابن مجدي؟ لا متاكد يا عمي. هو انا هتوه عن مجدي يعني؟ ولا يا جرجس، اخوك تحت، انزل هات له بسرعه من تحت وتعالى لي. جرجس طب استاذن انا بقى يا عمي، الله يكون في عون مجدي.